وعلى زيارة الرئيس السوداني إلى القاهرة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير الدكتور فرغلي طه مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير أهلا وسهلا بك يا فندم معنا في الحياة الآن. أهلا بحضرتك. تابعت بالتأكيد المؤتمر الصحفي بين الرئيسين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير، هل هو تأكيد على عودة العلاقات مرة أخرى إلى ما كانت عليه طوال السنوات الماضية ودلالات هذه الزيارة؟ هو طبعا العلاقات المصرية السودانية هي علاقات استراتيجية بالنسبة للبلدين، علاقات أمن قومي، كل من البلدين يعتبر فضاء ممتد للأمن القومي للبلد الآخر. هناك مصالح كبيرة جدا، مصالح اقتصادية، مصالح تجارية، مصالح أمنية، مصالح مائية على مر السنين. نتابع العلاقات بين الحين والآخر تذبذبات بسبب بعض يعني سوء الفهم من هنا او هناك، او بسبب بعض التداخلات الاعلاميه، او بسبب حتى بعض المشكلات الاقليميه. وانما كما مصر تعي والسودان يعي ايضا، وكما ذكر الرئيس البشير اليوم، انه لا بديل عن العلاقات المصرية السودانية القوية المتقاربة المتكاملة، لأن مصالح البلدين ومصيرهم واحد. نعم. أعتقد أن هذه الزيارة جاءت بعد تنسيق كبير بين المؤسسات في الدولتين، مؤسسات الخارجية، مؤسسات الفنية، مؤسسات المخابراتية، وبين رئيسي البلدين أيضا، وبعد لقاءات بين الرئيس السيسي والرئيس البشير. منذ تولي الرئيس السيسي ربما وصلت إلى حوالي 20 لقاء أو أكثر، وكانت السودان من أولى الدول التي زارها الرئيس السيسي بعد توليه. طيب سفير، حضرتك يا فندم كنت سفيرا لمصر في السودان، بالتأكيد تعلم أن التبادل التجاري بين مصر والسودان ليس بالقدر المرجو ما نتمناه في المستقبل. نقدر نعمل إيه يا فندم كدولتين جارتين كنا إلى وقت قريب دولة واحدة، وكما ذكر الرئيس السوداني اليوم أن مصر والسودان شعب واحد في دولتين، كيف نستطيع العودة مرة ثانية أو الصعود بمستوى التبادل بين الدولتين إلى مستوى مرجو؟ أنا متأسف، أنا لم أكن سفيرا لمصر في السودان في أي وقت من الأوقات، وإنما طبعا بحكم عملي في وزارة الخارجية أتابع علاقات مصر في كل الدول العالم الخارجي والدول العربية بصفة خاصة، وإنما عملت في الإدارة الأفريقية أكثر من مرة، وباعتبار السودان امتداد عربي أفريقي لمصر. فمن هنا يأتي يعني سؤالك في موضعه من ناحية أخرى. حضرتك تعلم أن العلاقات بين الدول في شقها الأصلي هي شق اقتصادي بالدرجة الأولى وشق أمني. أي دول، خصوصا إذا كانت دول جوار جغرافي، وخصوصا إذا كانت دول عربية شقيقة. السودان دولة عربية، دولة جوار استراتيجي، دولة أفريقية أيضا. نعم. من هنا تأتي أهميتها الكبيرة، وربما تعتبر من أكثر العلاقات أهمية وخطورة بالنسبة لمصر. يعني هناك دول جوار هامة عربية بالنسبة لمصر مثل ليبيا والسعودية، وبالتأكيد علاقاتها استراتيجية مع مصر. نعم. وإنما السودان، العلاقات المصرية السودانية في نظري هي الأهم والأخطر، خصوصا في هذه المرحلة. نتمنى بالتأكيد أن تزيد في المرحلة المقبلة، أن تصل إلى المرجو في المراحل المقبلة بمشيئة الله. أشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير فرغلي طه مساعد وزير الخارجية الأسبق.